لعل الشيخ حمد بن علي بن سعيد الغافري المستشار بوزارة الداخلية خير من يمكن أن يحدثنا عن موضوع كموضوع السلة. شيخ حمد أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بالأخ علي وسهلا الجابري على هذه الزيارة الكريمة. الله يسلمك. وفي البداية نود أن تعطينا والسادة المشاهدين فكرة عن أنواع السبل المتعارف عليها في عمان. وعلى كل حال الأخ علي، السبلة العمانية هي معروفة عند الكل، وإن كان لست من الناس الذين يملكون الباع الطويل بالشرح عن السبلة، ويحتاج لها إلى متسع كبير من الوقت لو أردنا أن نشرح ما يتعلق بالسبل العمانية مع القبائل العمانية. فالحديث عن السبلة وباختصار، السبلة العمانية تنقسم أو تصنف لثلاثة أصناف. سبلة هي اسمها العام سبلة الجماعة بعدة أصناف. نعم. هي سبلة الجماعة، سبلة الأولى أو الصنف الأول هي سبلة يملكها شيخ القبيلة، يتولى مسؤوليتها المسؤولية الكاملة. نعم. من حيث البناء ومن حيث الصيانة ومن حيث الضيافة، العادات والتقاليد العمانية والكرم العماني الأصيل هو معروف، فالشيخ هو المسؤول المسؤولية المباشرة عن الضيافة.